كانت بحرين هذاك الأيام العشرينات والثلاثينات كانت البحرين دولة وسطة تجارية بين الهند وبين أوروبا، فالتجارة كان موجود على طول. اليهود كانوا يعرفون هذا الشيء، اليهود اللي في العراق اللي في إيران، فهم كانوا مرتاحين أن يجون البحرين ويدورون لهم وظائف، فشافوا أن في فرص لهم في التجارة، فأخذوا الدكاكين اللي في المنامة وتسجلوا ويا شركات الخارجية أن يجيبون بضاعات، يمشون البضاعات ويدفعون حق البضاعة عقب ما باعوها هنا في البحرين. بكثير من الألفة والمحبة تضم هذه الأرض مساجد للطائفتين السنية والشيعية ومعبد هندوسي وكنائس مسيحية لا يفصل بينهما سوى عشرات الأمتار، وبالقرب من باب البحرين يقع كنيس اليهود ما بين المأتم والمعبد. تتميز العاصمة المنامة بطابعها الديني، فمن باب البحرين نتجه إلى كنيس اليهود والذي شيد منذ عشرات السنين على يد رجل يهودي فرنسي. في سنة 1935 كان يجينا واحد شخص فرنسي، نحن اللي عندنا المعلومات تقريبا 800 شخص يهودي كانوا موجودين عايشين في المنامة، الأغلبية كانوا عايشين في المنامة، ونحن موجودين في هاي يم الدكاكين وين أيام العشرينات والثلاثينات كانوا اليهود كلهم موجودين في هذا السوق، وكانت الدكاكين اللي عندهم كانت أشياء خلينا نقول ثياب من كل شكل، وكان نوعية الفضة والذهب، وكانوا يبيعون مجوهرات، فكان السوق يعني حيوي بشكل إن كلهم كانوا موجودين هنا مع بعض، البحرينيين واليهود وكلهم التجار. تقريرنا لم ينتهي بعد، وسنرافق ممثل المجتمع اليهودي في البحرين إلى منزله للقاء عائلته. أيام الثلاثينات كانت طريقة غير، لأن وقت الكنيس كان موجود هناك المسلمين كانوا يروحون الكنيس مع اليهود، كانوا مع بعض يروحون مع سوا. أنا من مولود هنا في البحرين واشتغلت هنا في البحرين وعشت هنا في البحرين، ولا مرة حسيت إن أي شخص يعطيني أي شيء سلبي عن يعني أنا دياني عن ديني. ففي هالمعنى عشنا نحن مع بعض بدون أي إشكال، يعني التسامح موجود في البحرين، وهذا خصوصا من نوعية التعاطف. يعني أعتقد المسلمين نحن نعرف إن هم يحبون الكلام إن الكل الدينة، وطبعا هذا الشيء اللي يتماشى مع الكل، فنحن التسامح نشوفه لي موجود على طول.